الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا زوج له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله لنا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. القصة دي اللي هتسمعوها النهاردة حصلت أو حدثت في بيروت في لبنان. امرأة شابة لها من الأبناء أربعة، توفي زوجها، سابها شابة لسه مرحلة الشباب، بكل سهولة كانت ممكن تتزوج حقها الشرعي، لكنها لا، عزفت عن الزواج وجلست تعمل لتنفق على أبنائها. بدأت تشتغل وتيجي آخر النهار تأكل أولادها، وبعد كده تشوف حاجات البيت البيت محتاجها، وفي آخر الليل تنام وهي تعبانة جدا 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 من شدة تعب اليوم كله. أم، هكذا هي الأم، سبحان الله، يعني مخلوق عجيب الأم أو المرأة عموما. يعني كبروا الأولاد وكبرت همومهم ومطالبهم، والأم لا تكل ولا تمل في عمل دؤوب، شغالة على طول وبتنفق على أولادها. اتخرجوا من الجامعة واحد ولا التاني ولا التالت ولا الرابع، وكل واحد فيهم بدأ يشتغل، وبدأت الأم تتعب وبدأ يصيبها المرض وشلت الأم وأصبحت على كرسي متحرك، بل وأصابها الخرس أيضا. ولدها كل واحد فيهم اتجوز وبقى يقسموا على نفسهم الأم، كل أسبوع واحد ياخدها، ولكن للأسف ثقلت عليهم الأم، بقى بيتهربوا منها بعد كل اللي عملته علشانها، مع كل تعبها ده دلوقتي بيتهربوا منها. تخيل، نسأل الله العفو والعافية يا رب. مع كل تعبها، مع كل تعبها أصبحوا بيهملوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، في يوم كانت الأم عند الأخ الأصغر قرعته أسبوعه، ولكنه في الليلة دي كان عنده سهرة مع أصحابه، اتصلوا بيه مش هتخرج معانا، فبدأ يتردد أخرج ولا ما أخرجش. قال لهم لا أخرج معاكم، بس في مشكلة عنده أمه، هيعمل إيه؟ اتصل بأخوه الكبير وقال له بص أنا خارج مع أصحابي، وصل معاهم النهاردة وهجيب لك أمك عندك في البيت. ماشي، قال له لا ما تجيبها ليش، الأسبوع ده مش بتاعي، ده بتاعك أنت. قال له أجيبها لك، قال له لا ما تجيبها ليش، قال له أجيبها لك. بالفعل خد الأم وراح بيها عند بيت أخوه، قعد يخبط، أخوه ما ردش ولا فتح له. قال له أنا عارف إن أنت جوه، أنت متخيل حالة الأم وهي عمالة بتسمع الحوار اللي بيدور ده؟ أنت متخيل إن ولادها بيتخلصوا منها وهي في الحالة الصحية دي مشلولة ومش قادرة تتكلم، وعنوها عينيها بتدمع، ولادها بيضحوا بيها اللي هي باعت عمرها كله عشانهم. قال له أنا عارف إن أنت جوه، افتح. التاني ما فتحش. قال له عموما أنا هسيبها لك إيه على باب البيت. الأم إحساسي بيها دلوقتي إنها تتجنن، سمعة ومش قادرة تتكلم، سمع أولادها بيضحوا بيها ومش قادرة تعمل حاجة، أكنك حمل تقيل كله بيرميه عن كتفه وعن ظهره، وهي بتبكي مش عارفة تعمل إيه، مش عارفة تتحرك من مكانها في البرد وفي الشارع على باب بيت ابنها، مش قادرة تخبط عشان ابنها يفتح لها، مش قادرة تندع عليها. وهو جوه الصبح فتح باب البيت، لقى أمه على الكرسي ودماغها متقطئة، رفع راسها لقاها ميتة، ماتت. أيوة ماتت. إحساسك إيه دلوقتي؟
احساسك ايه وانا على يقين انك هتدوق ده في اولادك. ما لابد ان تشرب من كاس العقوق في الدنيا قبل الاخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ما من ذنب اجدر ان يعجل الله العقوبه في الدنيا مع يدخل له في الاخره مثل البغي وقطيعه الرحم. وفي روايه: بابان او اثنتان يعجلهما الله لصاحبه في الدنيا قبل الاخره، البغي وعقوق الوالدين. هتقول له ايه بقى؟ ها هتقول له ايه؟ هتقول لربك ايه وانت لازم هتشرب من نفس الكاس ده؟ وانا على يقين انك هتموت نفس الموتة. انما الجزاء من جنس العمل. هي دي الوصية اللي وصاك بها المولى عز وجل. هي دي قضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا، وقال الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من احق الناس بصحبتي قال امك، قال ثم قال امك، قال ثم قال امك، قال ثم قال ثم ابوك. هي دي وصية ربنا وصية النبي ليك. يا اخي يا اخي هتشرب انا على يقين من كأس العقود. نسأل الله العفو والعافية يا رب. احبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.